الاهلي برضه خبرين في الانتر يمكن مش معانا في الاخبار بس لازم ننوه عنهم. الاسبوع ده كان عندنا مباراتين مهمتين، مباراه في كره اليد مع سبورتنج في دور الثمانيه كاس مصر، وكانت المباراه في صاله نادي سبورتنج، وللاسف لم نوفق خرجنا من كاس مصر كره اليد رجال، ولكن يبقى عندنا الدوري ان شاء الله. مباراته يوم الاربعاء القادم، اول مباراه مع سبورتنج، ثم طلع الجيش خميس، ثم الجمعه نادي الزمالك، ست مباريات ان شاء الله نقدر نفوز بالدوري. كل الدعم للفريق، خلاص مباراه سبورتنج صفحه واتقفلت، نفكر في اللي جاي. كل الدعم، عايزين اللعيبه تخرج من الحاله، احنا مفيش مشكله خالص، عندنا بطوله جايه نركز فيها، نركز فيها ونركز فيها ونركز فيها، لان ان شاء الله بطوله الدوري مهمه جدا، ونتمنى ان شاء الله الفرقه تفوز بيها. وايضا زي ما قلنا على فريق كره القدم، بنقول على كره اليد كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وكلنا ثقه ان شاء الله في روحهم وادائهم ونواياهم، ان هم ان شاء الله عايزين يكسبوا. كل التوفيق لفريق كره اليد. نفس الكلام حصل لكره السله سيدات ايضا من سبورتنج، ويبدو انه اسبوع يعني سعيد على نادي سبورتنج. الحقيقه خسرنا للاسف امبارح كاس مصر للسيدات لكره السله من سبورتنج، يمكن الفرقه ما كانتش احسن على احسن حال، ولكن برضو صفحه واتقفلت. نفكر في اللي جاي، دايما اللعيب الكبير او الفرقه الكبيره دايما اي مباراه بحلوها ومرها بتتعلم منها وتقفلها وتبص على اللي جاي. عندنا دوري السوبر، الدنيا مش بعيده، نفس الفريق ده، وعلى فكره مش بس يعني في البطوله دي، ولكن في بطولات كتيره عودونا ان ممكن يبقوا متاخرين ويفوزوا، يبقوا متاخرين ماتش او اتنين عن الفريق وبعد كده يتعادلوا ويفوزوا بالبطوله. فرقه البنات في الباسكت الحقيقه ما فيش معايير ما فيش مقاييس، ولكن بالروح برضو نقدر نعوض. انسوا خالص المباراه، رسالتي يمكن للاعبات والجهاز الفني، انسوا صفحه سبورتنج، تعلموا من اخطائنا، ولكن يبقى رساله مشتركه لكره اليد و كرة السلة سيدات. الدفاع، الدفاع هو كلمة السر في الفوز. لو نزلنا ما كناش موفقين على الإطلاق في الهجوم، ولكن دفعنا هنكسب. الدفاع مش محتاج تمرين كتير، مش محتاج، هي الروح، لو عندك روح وبتدافع صدقوني هتكسبه. يا جماعة يا ريت رسالتي توصل لكل اللاعبين واللاعبات. خلاص الدوري او البطولات في مراحلها النهائيه، مفيش وقت اي مدير فني هيجي او حتى احسن مدرب في العالم مش هيقدر يدي حاجه جديده، ولكن الروح والدفاع هتكسب بالبطولات. رسالتي لفريق كره اليد، كره السله، كل الفرق الحقيقه الجماعيه اللي عندها مباريات قادمه، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. في الباسكت بول في امريكا لما بيحيوا يقولوا 1 2 3 في الاخر، ما بيقولوش اسم الفريق، بيقولوا ديفنس، يعني 1 2 3 التحية، يعني في اي نادي بيقولوا شعار النادي او اسم النادي. في التايم اوت او في اي مباراة بيقولوا 1 2 3 ديفنس. ليه؟ لان الديفنس هو او الدفاع هو اللي بيكسبك البطولة. الدفاع يا جماعة مفيش عذر، ممكن تبقى مش موفق ولكن ما عندكش عذر انت ترجع ارتداد سريع في الدفاع، تفقد الكرة ترجع تدافع، ما تجيبش باسكت او فقدت الكرة، ولكن اللي قصادك برضه ما تحطش باسكت. نفس الكلام في كرة اليد، ما حدش يخش المنطقة تبقى يعني لعب برجوله ودفاع والتحامات قويه. الدفاع صدقوني يا جماعه كلمه السر مش الهجوم خالص. الهجوم زي ما شفنا في ماتش اليد الاهلي والزمالك، متاخرين فرق 7 وطلعنا فرق هدف، الهجوم بيجي في اي لحظه، اللي عمل التيرنينج بوينت الدفاع. فيا جماعه رسالتي لكل الفرق، ركزوا على الدفاع، يا رب الرساله توصل ان شاء الله والقادم افضل لكل الفرق داخل النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد سيدات، عندنا مباراه في بطوله القاهره مع نادي الجزيرة، المباراة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. المباراة تلعب الساعة 8 بالليل على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. فرقتنا كانت لعبت ماتشين وديين مع أصحاب الجدوى سموحة وفزنا بيهم الحمد لله، واللي كانوا في اسكندرية أول امبارح، بيقود الفريق كابتن يحيى يوسف. فرقتنا بتستعد طبعا كمان بالمباراة دي لاستئناف الدوري، واللي هيكون برضه قدام نادي الجزيرة يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله. يعني هنقابل الجزيرة يوم الثلاث في بطولة القاهرة، وهنقابلهم تاني ان شاء الله يوم الجمعه القادم في الدوري. وانتوا عارفين الدوري في كره اليد سيدات دلوقتي بقينا 6 فرق بس، ال 17 او 18 فرقه السابقين خلاص تم حصر الدوري، او ال 11 فرقه 12 فرقه تم حصرهم لست فرق فقط. الست فرق هم اللي بينافسوا دلوقتي على بطوله الدوري. اول مباراه ان شاء الله مع الجزيره يوم الجمعه القادم، ان شاء الله نحافظ على الثلاثيه زي ما احنا تعودنا على فريق كره اليد سيدات، دوري كاس بطوله القاهره، وان شاء الله الجيل ده يقدر، الجيل ده يقدر. هنروح على كره السله رجال، عندي اخبار ان شاء الله حلوه تطمنكم. عندنا مباراه اصحاب الجاد يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله في كاس مصر، عندي اخبار كويسه وهي حاله المصابين.
طبعا الفريق الاول بيستعد لاصحاب الجهاد في دور الثمانيه في بطوله كاس مصر في حاله فوزنا ان شاء الله على اصحاب الجهاد، والمباراه تتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل في يوم الثلاثاء القادم في موعد مباراه او يوم نفس يوم مباراه بيراميدز النادي الاهلي وبيراميدز باذن الله في الدوري كره القدم. في حاله فوزنا على اصحاب الجهاد ان شاء الله هنلاعب الزمالك يوم السبت القادم في مجمع الدكتور حسن مصطفى قبل النهائي. الزمالك والمصرية اتصالات مصرية اتصالات، بس الاوقع الزمالك، انا بقول ان الاوقع هيكون الزمالك لانه مصرية اتصالات الحقيقه يعني يمكن بس ماتشات الكؤوس ملهاش اي حسابات، ماتشات الكؤوس ملهاش اي حسابات، فمن الارجح ان احنا نلعب الزمالك يوم السبت. ولكن حاله المصابين ده اللي يهمني، حاله فرقتي. انتوا عارفين المنتخب راح 7 لعيبه، يعني الحمد لله على كل شيء، رجع 4 مصابين من ال7. رجع عمر عزب كسر في انكل رجله، اصابه كبيره 100% خلاص الموسم كده بالنسبه له. عندنا الاصابه الثانيه كان عبد الله ناصر مزق في منشا العضله الاماميه، عندنا سيف سمير مزق في الخلفيه، وعندنا ايضا عمر طارق كدمه قويه في الركبه. طيب حاله الاربعه المصابين ايه؟ الحمد لله هبتدي بالاصابه الاول. عمر عزب خلاص، يعني زي ما قلت لحضراتكم الاصابه، عمر طارق الاكبر كانوا قالوا عمليه مش عمليه، لا الحمد لله ما فيش عمليه. عمر طارق عنده كدمه قويه جدا في الركبه، عمل التراشح وتجمع دموي، التجمع الدموي ده مش محتاج تدخل جراحي، هو وقع على ركبته وقعه جامده ولكن مش محتاجه تدخل جراحي، هي محتاجه ادويه وراحه وبعض تمارين او بعض الاداء العلاج الطبيعي يعمل ريموف لهذا التجمع الدموي في ركبته. منتظر قد ايه؟ يعني وقت اسبوعين. والجهاز الطبي في النادي الاهلي بيعمل ملحمه الحقيقه، الجهاز الطبي في النادي الاهلي بيعمل ملحمه كبيره عشان يخلي اللعيبه تلحق الادوار الاقصائيه. عمر طارق ان شاء الله اسبوعين باذن الله يكون موجود وان شاء الله يلحق الادوار الاقصائيه باذن الله. طيب مروان سرحان كان مصاب قبل كده وكان عنده شرخ في صباع، جبس ايده تمام زي الفل، بيتمرن دلوقتي لوحده يمكن يوم او اثنين او ثلاثه بالكثير وهيخش الايه التدريب الجماعي. فمروان سرحان اضافه قويه مركز 4 بعد غياب احمد حمدي، ان شاء الله مروان سرحان هيكون اضافه قويه. طيب عبد الله ناصر شفي تماما والنهارده بيشترك في التدريبات الجماعيه بكل سلامه، لانه طبعا زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الطبي عكف على يعني تجهيزه، واللاعب كل ما اللاعب صغر كل ما الريكفري من الاصابات كان احسن. عبد الله ناصر صغير فاصابته ما خدتش وقت طويل مع الجهاز الطبي، الحمد لله عبد الله ناصر في الملعب. سيف سمير الحمد لله رب العالمين لعب المباراه الوديه اللي فاتت وجاهز وللمشاركه، اذا احنا ما عندناش غير حاله واحده اللي ممكن ما تلحقش معانا الموسم وهو عمر عزم، نتمنى له الشفاء اهم حاجه سلامته. وعمر طارق هيلحق ان شاء الله كمان اسبوعين من الان. دي الاصابات ودي حاله فرقتنا، بطمنكم عندنا اصحاب الجهاد ان شاء الله مباراه قبل النهائي تبقى يوم السبت مع الفائز من مصريه الاتصالات ونادي الزمالك. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل.